حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. البداية من موقع ألترا عراق. مدير منفذ مهران: قيمة السلع المصدرة للعراق تجاوزت 24 مليون دولار. في صحيفة الزمان: إلغاء عقد ميناء الفاو يثير موجة استغراب ودعوة إلى إنقاذ المشروع من الضياع. في المدى نطالع: قوى مقربة من الحشد الشعبي تعرقل اتفاق سنجار وترفض مغادرة البكاكا. في عربي 21: بايدن يوسع تقدمه في بنسلفانيا ويلقي خطابا للشعب. عنوان اندبندنت: ماكرو متهم بتقديم معلومات كاذبة عن المسلمات. نقرأ من العربي اللندنية: من نوبل للسلام إلى الحرب الأهلية، ماذا حدث في إثيوبيا؟ وفي العربي الجديد: قتل متظاهر وإصابة آخرين بنيران الأمن العراقي في البصرة. ليس طبيعيا شعور أي شخص عندما يمر بنفق ساحة التحرير اليوم وهو يرى صور أبناء العراق الذين لا يزالون مع استشهادهم يحلمون بنريد وطنا. ليس مهما اسم أو عمر معين لأكثر من 700 شهيد ممن ضحوا بأنفسهم في سبيل وطن أرادوه، لكن الأهم أنهم لم يفكروا في منصب أو مصلحة سوى الوطن. وهذا ما جاء في مقال للكاتب أردلان حسن في صحيفة الزمان العراقية. ساحة التحرير التي كانت قبل سنة من الآن مركزاً لحركة التحرر العراقي من حكم الأوباش أصبحت فارغة من أبطالها الشباب بفضل تداعيات فيروس كورونا، وليس خوفاً من حكومة فاشلة لا تقدر على لجم سلاح منفلت يفتخر بعمالته لدولة معينة. ولذلك على الحكومة وعملاء أعداء الوطن أن يعلموا أن الشعب ما زال متمسكاً بمطالبه، وأن الشباب العراقي له الحق في وطن يريده ويختاره، وليس حسب أهواء عمامة أو عميل جاء بمحض صدفة من خارج البلاد. ساحة التحرير أصبحت في عالمنا اليوم بفضل دماء شهداء الثورة قبلة للثوار ومركزا لكل من يريد العيش حرا طليقا في وطن يختار شعبه بكل حرية. الحكومة التي تحكمه وحسب أهوائه وليس كما يريد أعداؤه. إفراغ ساحة التحرير وغيرها من الساحات ليست سوى استراحة محارب قصيرة، وستنتهي مع إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا، ومن ثم العودة وبقوة للمطالبة بوطن نريده، وسيبقى التكتك أقوى من دبابات لا تعرف الحق ومن رشاشات وجهت أفواهها ضد الشعب بدلاً من حمايته. أضاف الكاتب في ختام مقاله: سينتصر الشعب على الفاسدين والظالمين والخونة والقتلة، وسيحققون انتصاراً ساحقاً ماحقاً. في الوقت الذي ينتظر العالم نهاية لليوم الأمريكي الطويل ليطمئن على اسم الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية، قرر جماعات مهمتها الإساءة للفتيات العراقيات أن تخرج لنا بمقطع مصور مثير للإشمئزاز عن الفتاة ماري محمد، جريمتها أنها هتفت في تظاهرات ساحة التحرير. ومثل ما يريد كل مرشح للرئاسة الأمريكية أن يوصل رسائله إلى العالم، فإن جماعات الخطف أرادت أيضاً أن تقول إن رسالتها يجب أن تصل الجميع، لا مكان لمن ينادي بدولة المواطنة. وهذا ما جاء في مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. ليس المهم هنا لصالح من ظهور فيديو ماري محمد وفي هذا التوقيت، أو أن هذا الفيديو لم يكن سوى إضافة جديدة إلى الخراب الموجود في العراق الآن،
وليس المهم أن يتحرك المدعي العام العراقي والذي أشك في وجوده على أرض الواقع، أو ينفعل مجلس القضاء فيبحث عن الذين يقفون وراء بث الفيديو، أو يقلق محمد الحلبوسي مثلما هو قلق الآن على كرسي رئاسة البرلمان خوفا من أن يخطفه أبو مازن. المهم أن عدد الأحزاب التي حصلت على إجازة لخوض الانتخابات العراقية التي يترقبها العالم وصل إلى 300 حزب وحزب. الحمد لله أصبحت لدينا أخيراً أحزاب تنادي بالمدنية بعد أن كانت هذه الكلمة رجس من عمل الشيطان. والغريب أن لدينا مستشارة لشؤون المرأة في مجلس الوزراء لم تستنكر ما حدث لهذه الفتاة، لكنها كانت تملأ الجو صراخاً وعويلاً يوم منع الأمن البحريني نساء بحرينيات من التظاهر. لقد عشنا في الأشهر الأخيرة ظاهرة اغتيال الناشطات، وقبلها سيناريو الاغتيال بدم بارد، وكلها غزوات الغرض منها نشر نظرية الخوف التي سيتم من خلالها تدجين الجميع واقتيادهم وبناء جمهورية رعب جديدة. ويضيف الكاتب: يؤسفني أن أقول إن المسؤولية ليست مسؤولية بعض الجماعات التي غاضتها تظاهرات تشرين، إنها بالأساس مسؤولية الدولة التي لا تزال عاجزة ومتفرجة على ظاهرة السيارات المضللة وكواتم الصوت، وهذه مسؤولية الدولة التي صمتت فبدأ هذا الصمت تشريعيا لثقافة الخطف والقتل. كل هذه المحاولات من أجل الحفاظ على منافع السلطة ومغانمها حتى لو كان على حساب فتاة عراقية، وهو أمر يثبت بالدليل القاطع أن أصحاب هذا المقطع المصور ليسوا وحدهم، فهناك من يريد تشويه سمعة العراق. إيران التي وقفت في أثناء الانتفاضة العراقية الأخيرة على مدى جموح الشارع الشيعي في العراق وباتت تدرك صعوبة السيطرة على جيل صاعد عن طريق أدواتها السياسية وتشكيلاتها شبه العسكرية التي استهلكتها تجربة الحكم الكارثية القائمة في البلد منذ أكثر من 17 عاماً، تحاول اليوم إيران تنويع خياراتها للحفاظ على نفوذها في الساحة العراقية عبر تخريج قيادات دينية سياسية جديدة وإنشاء جيل جديد من الحركات الدينية. جاء ذلك في تقرير لصحيفة العرب اللندنية. إيران تنوع خياراتها لكبح جماح الجمهور الشيعي في العراق، والحيدري هو رجل دين شيعي مغمور يتخذ من مدينة الكاظمية في بغداد مقراً له، ويحرص على التفاعل مع قضايا العراق والمنطقة من وجهة نظر إيرانية بحتة. ولد الحيدري بضع صور من علي خامنئي استخدمها في الترويج لمشروعه الجديد. وتقول أوساط دينية شيعية في بغداد إن الحيدري قد يكون النسخة العراقية من حزب الله اللبناني بزعامة حسن نصر الله. ويرى مراقبون أن التطابق يكاد يكون كليا بين خطاب عهد الله في العراق وحزب الله في لبنان، وهو خطاب إيراني الجوهر والتصورات. وتنتشر في الأوساط الشبابية الشيعية ضمن وسط وجنوب العراق مشاعر سلبية جدا إزاء سلوك الميليشيات التي شكلتها ورعتها إيران وباتت تبسط نفوذها في هذه المناطق. ويرى مراقبون أن إيران تحاول تنويع خياراتها في التعاطي مع الجمهور الشيعي العراقي الذي مل من سلوكيات ممثليه الميليشياويين، وقد يبحث عن مشاريع أخرى، وتريد طهران أن تربط الجمهور الشيعي في العراق بخياراتها الواقعة تحت تصرفها المباشر كالمجموعات شبه العسكرية التي لا تعترف بأنظمة الدولة العراقية والمشاريع الدينية التي لا تعترف بالحدود بين البلدان. وتوجه الغضب في أثناء تلك الانتفاضة بوضوح تجاه إيران وكلائها في العراق من قادة ميليشيات وأحزاب شيعية، وذلك بمهاجمة مقرهم في كبرى مدن الجنوب العراقي ورفع شعارات الاستهجان في وجوههم. يؤكد ذلك تصاعد الغضب في الأوساط الشيعية العراقية من سياسات إيران وتدخلها في البلد، وهو دليل على وعي رجل الشارع العراقي بمسؤولية إيران عما آلت إليه الأوضاع في العراق من سوء على المستويات المختلفة بحسب صحيفة العرب اللندنية.
ذكر صحيفة نيويورك تايمز أن التدخل الأكبر في الانتخابات الأمريكية لم يكن من روسيا أو الصين أو إيران أو حتى كوريا الشمالية، بل جاء من الرئيس الأمريكي نفسه. وضفت الصحيفة: ما زلنا لا نعرف على وجه اليقين من الذي فاز في الانتخابات، على الرغم من أن جو بايدن يبدو في موقع قوي للفوز بالبيت الأبيض وللجمهوريين للاحتفاظ بمجلس الشيوخ. وقاحة ترامب تقوض نظامنا الانتخابي ونقل السلطة السلمي. نعلم على وجه اليقين أن الرئيس ترامب كذب على الجمهور في وقت مبكر من صباح الأربعاء عندما أعلن النصر وسعى لإنقاذ قضائي من الناخبين. إن وقاحته تقوض نظامنا الانتخابي وفكرة الانتقال السلمي للسلطة، ومن الصعب أن نتخيل أن المحكمة العليا مهما صارت مسيسة ستتماشى مع مثل هذه المهزلة. ولا أعتقد أن ترامب إذا خسر بطريقة واضحة سيتمكن من البقاء في منصبه. إذا حاول تحصين نفسه في المكتب البيضاوي فسيتم اصطحابه إلى الخارج في 20 من كانون الثاني يناير، ومع ذلك فإن ما فعله ترامب بالفعل هو ما حاول الروس فعله دائما، التشكيك في الانتخابات الأمريكية وزعزعة استقرار أمريكا. إذا فاز بايدن بعد تسميم الكأس فسوف يرث دولة منقسمة بشدة بعد انتخابات يعدها الكثيرون غير شرعية، وسيكون حكمها أصعب، وسيصعب على أمريكا ممارسة نفوذها في جميع أنحاء العالم. إن قيام القراصنة الروس في سانت بطرسبورغ بتخريب حكومتنا أمر سيء، ولكن سيكون الأمر أكثر مأساوية عندما يفعل الرئيس الشيء نفسه من البيت الأبيض. وعبرت الصحيفة عن القلق بشأن جهود ترامب للقيام بعمل روسيا ونزعه الشرعية عن هذه الانتخابات. وواصل أيضا التصارع مع هذا السؤال: كيف شاهد الملايين من الأمريكيين ترامب لمدة 4 سنوات وعانوا آلام إخفاقه في التعامل مع تفشي وباء كورونا، واستمعوا إلى سيل من أكاذيبه، وشاهدوا هجومه على المؤسسات الأمريكية، ثم صوتوا له بأعداد أكبر من ذي قبل؟ نشر صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا من إعداد إيشان ثرر تحدث فيه عن الرئيس دونالد ترامب كظاهرة وجدت لتبقى. وبحسب الصحيفة فإن الترامبية باتت تيارا قويا في الولايات المتحدة، سيبقى فاعلا في الساحة سواء أفاز ترامب بالانتخابات أم خسر. في أوروبا عبر كبار المسؤولين عن حزنهم لهذا الاضطراب الذي تشهده الانتخابات الأمريكية، وحذروا من احتمال الانتهاء إلى وضع متفجر. حتى أن مراقبي الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين طالما دعمت واشنطن عملهم في الديمقراطيات الناشئة أصدروا بيانا ذكروا فيه السلطات الأمريكية بالالتزام الأساسي الذي يفرض عليها عد جميع الأصوات. وجاء في البيان الذي أصدره مايكل جورج لينك نيابة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بوجود أوجه خلل منتظمة، وبالذات تلك الادعاءات الصادرة عن الرئيس الحالي بما في ذلك ما صدر عنه ليلة الانتخابات، من شأنها أن تقوض ثقة الجمهور بالمؤسسات الديمقراطية. إلا أن الحقيقة التي لا مهرب منها وكما تجلى في نتائج الانتخابات هي أن ترامبية ستبقى تيارا قويا في السياسة الأمريكية، وهي شبيهة بالتوجهات السياسية في أجزاء أخرى من العالم، حيث شهدنا امتطاء بعض الرجال الأقوياء لظهر الديمقراطية. لقد حظيت بدعم واضح وكبير تلك القومية الديماغوجية من النمط الذي يمارسه الرئيس بما في ذلك حملاته اللامبالية في كل سنة من فترة وجوده في الرئاسة، وتبنيه دون خجل أو وجل لأساليب ورسائل مثيرة للشقاق. وتمثل ظاهرة الترامبية قلقا واسعا على استقرار الولايات المتحدة، ولا سيما مع تزايد التقارير عن احتمالية عدم تسليمهم السلطة بسهولة إذا خسر رئيس الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. ذكر صحيفة اندبندنت أن رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضب من مقال صحيفة مسلمة نشرته فاينانشال تايمز واتهمها بتشويه كلامه. وذكرت اندبندنت في تقريرها أن ماكرون أصبح بعدها متهما بنشر الأخبار الكاذبة
عن البنات المسلمات. ماكرو زعم أن الفتيات المسلمات يجبرن على ارتداء الحجاب وهن لا يتجاوزن الثالثة من العمر، وجاء هذا الزعم في رسالة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، وزعم فيها أن البنات المسلمات ينشأن على كراهية القيم الفرنسية. وأصور الرئيس الفرنسي صورة من غياب الأمن في الضواحي التي يتم فيها انتهاك الأطفال الذين يفصلون عن الجنس الآخر، زاعما وجود مئات المتشددين الذين يمكن أن يقوموا بهجمات بالسكاكين في أي وقت. وتعلق صحيفة إنديبندنت أن الحجاب الكامل محظور في فرنسا منذ عام 2011 بعد المنع المثير للجدل الذي أطلق عليه حظر البرقع أو النقاب، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي دليل مصور عن بنات صغيرات يلبسن البرقع في فرنسا، علاوة على وجود اضطهاد لهن. ومرة أخرى اتهم ماكرو بالتحريض على المشاعر الكارهة للمسلمين، وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية التي نفذها أجانب. وجاء رد ماكرون بعنوان فرنسا ضد الانفصالية الإسلامية وقطعا ليس الإسلام، بعدما قال نشرته مراسلة الصحيفة في بروكسل مهرين خان، اتهمت فيه ماكرون بنشر الكراهية ضد المسلمين. قد قامت الصحيفة بنزع المقال من صفحة الرأي بعدما اشتكى قراء من احتوائه على معلومات غير دقيقة بحسب الصحيفة. أنهى الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام الذي امتد لنحو 103 أيام بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في 26 من الشهر الحالي. هذا وجه الأسير ماهر الأخرس تحية خاصة إلى إخوانه في الحركة الذين وقفوا إلى جانبه ودعموا إضرابه، ووجه بالشكر الجزيل إلى أبناء شعبه الفلسطيني في كل أماكن وجوده الذين ساندوه ودعموه في إضرابه عن الطعام والحركات الشعبية العربية واليهودية والقوى المناصرة للحرية في كل أنحاء العالم، ولا سيما للمحامية أحلام حداد التي رافقت القضية قضائيها. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، بغدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد في رعاية الله.